فيروس كوفيد-19 أو ما يعرف بفيروس كورونا هو من الفيروسات اللي بدأت تنتشر بشكل سريع بالعالم، ولأنه لهلأ ما إله علاج فإجراءات الوقاية منه خصوصاً للأطفال صارت في غاية الأهمية. في فقرة اليوم رح نجاوب على أسئلة الأمهات اللي بتتعلق بفيروس كورونا وكيف ممكن نحمي حالنا ونحمي أطفالنا من هذا الفيروس. السؤال الأول، كيف بينتشر فيروس كورونا؟ الجواب، بينتشر الفيروس عبر الاتصال المباشر مع الشخص المصاب من خلال الرذاذ اللي بنتج عنه أثناء قيامه بالعطس أو السعال، إضافة إلى ملامسة الأطفال لأي سطح قد يكون ملوث بالفيروس، وبالتالي انتقاله إلهم عن طريق لمس الوجه أو العينين أو الأنف. السؤال الثاني، ما هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟ الجواب، مثل معظم الأمراض التنفسية واللي بيصير فيها أعراض مثل صداع، التهاب بالحلق، ارتفاع بدرجة الحرارة، إضافة إلى السعال والرشح، مع وجود إسهال أو قيء في بعض الحالات، وفي الحالات الأكثر صعوبة بيحدث التهاب رئوي. ومع كل هاي الأعراض لا يمكن التأكد من أنه الشخص أو الطفل مصاب بالكورونا إلا بعد عمل فحوصات معينة من قبل الجهات المختصة. السؤال الثالث، ما هي أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية الأطفال؟ الجواب، مع أنه هذا الفيروس لسه ما له علاج ولساته بطور البحث والدراسة، بس معظم العلماء والباحثين وتوصيات منظمة الصحة العالمية أوصت بطرق الوقاية التالية. علمي أطفالك يغسلوا إيديهم بطريقة كتير منيحة، إنه يبللوا الإيدين بالماء ويستخدموا الصابون ويفركوا أسطح الإيدين وبين الأصابع بشكل فعال لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأسطح منهم. في حال عدم توفر الماء والصابون في الأماكن الخارجية، من الضروري نعلم أطفالنا الالتزام بحمل مطهرات اليدين واستعمالها خارج المنزل. تطهير الأسطح في المنزل قدر الإمكان، خاصة اللي ممكن تكون معرضة للتلوث بسهولة. ضرورة استخدام مناديل ورقية عند السعال أو العطس والتخلص منها فوراً في سلة المهملات. أهمية ترطيب الحلق بشكل دائم من خلال شرب السوائل والعصائر. أهمية تعزيز المناعة للأطفال من خلال تناول الغذاء الصحي بانتظام، واللي بيحتوي على فيتامين سي، زنك، حديد، واللي بتوفر بالألبان والأجبان واللحوم وكمان بالخضروات والفواكه، إضافة إلى شربات الدجاج. كمان من المهم كتير الانتباه عند تعامل الأطفال مع الحيوانات الأليفة إنه يغسلوا إيديهم ويهتموا بنظافة المكان. توعية أطفالنا وتثقيفهم عن فيروس كورونا وتعليمهم طرق الوقاية والالتزام فيها بجنبهم من فيروس كورونا وأي فيروسات تانية. سعيد، هذا معقم الأيدي، نحطه بالمدرسة إذا ما رحت غسلت إيديك.